أظن أن هذه الانتخابات ستكون لها عواقب جد إيجابية على الوسط السياسي، حتى كل واحد يرى نفسه في المرآة ويحاول أن يصحح مساره وأن يخرج من منطق الاعتقاد بأن الشعب المغربي ما زال يثق في المناورات أو ينفع معه بضع دراهم أو يمكن أن يضغط عليه بأي طريقة كانت. كل هذا أصبح اليوم وراء ظهرنا. الشعب المغربي اليوم كسب غير مسبوق، أثبت أنه شعب كبير، أنه شعب عظيم، وأنه يستحق أن يكون في مصاف الدول الديمقراطية، وأنه إن شاء الله الرحمن الرحيم سيستكمل مسار الإصلاحات حتى يكون من الناحية الاقتصادية في الدول الصاعدة كما قال جلالة الملك. الآن أيها الأخوة الكرام، ها قد يعني شاهدتم المسار من أوله إلى آخره والنتائج من أولها إلى آخرها، والمغرب سوف يستمر، سوف يتقوى، سوف يسير، سوف يصبح إشعاعه أكبر. كل هذا لصالح البلد، كل هذا لصالح المواطنين، كل هذا لصالح الدولة. فإذا فلنكن جميعا في الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.